إذن يأتي هذه المسيرة الحاشدة للنساء ورجال التعليم في طنجة استمرارا في المعركة النضالية التي يخوضها نساء ورجال التعليم من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة. هذه المسيرة اليوم الحاشدة بهذا الكم الحاشد هي أكبر رد على العرض الحكومي الهزيل الذي لا يستجيب لانتظارات ومطالب نساء ورجال التعليم. طبعا تأتي هذه المحطة الاحتجاجية استجابة لنداء التنسيقيات الفاعلة في الميدان بسبب لجوء الوزارة التربية الوطنية إلى إصدار قانون يجهز على جميع المكتسبات ديال الشغيلة التعليمية. هذه الحناجر العالية التي أتت من جميع مناطق المديرية جاءت لتقول لا ثم لا لنظام المعازي الذي أجهز على جميع المكتسبات ديال الشغيلة التعليمية. بطبيعة الحال كنا نأمل خيرا في اللقاء الأخير الذي عقدته النقابة التعليمية الأربع مع وزارة التربية الوطنية، فإذا بأمال وأحلام رجال التعليم تتبخر في السماء. أملنا مستقبلا أن تكون الوزارة آذان صاغية حتى يرجع هؤلاء الأساتذة والأستاذات إلى أقسامهم، لأن قلوبهم في الحقيقة تتألم عندما ترى أفلدات أكبادهم أو عندما يرون أفلدات أكبادهم في الشوارع، مع العلم أن مكانهم الطبيعي هما الأقسام. تحية الصمود، تحية الإجلال لجميع الإطارات النضالية والتنسيقيات المرابطة بالميدان، الصعيد ثم الصعيد إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.